à esquerda. ما بيحسبش الفيلد عند الكوين، بيحسب الفيلد على
close the loop. يبقى أول step select suitable amphibious loop. بختار amphibious loop. Circle علشان شكل المجنيتيك فيلد لاين شكلها إيه؟ Circle. يبقى بمرر في النقطة إيه؟ amphibious loop. ده amphibious loop. لما بختار amphibious loop شكل سيركل أثبتنا المرة اللي فاتت إن الناحية الشمال على طول تبقى إيه؟ circumference times b 2 by r to b بلفتها انسايد على طول لما بختار امبيريا لوب سيركل الناحية الشمال على طول 2 by r 2 by r to b 2 by r لو circumference to b ده بيساوي ميو نوت في سيجما كارنس سيجما كارنس انا عايز اعرف مجموع الكارنس جوه امبيريا لوب مجموع الكارنس جوه امبيريا لوب مش هو كل الكارنس اللي ماشي في الواير مش هو عباره عن كل الكارنس اللي ماشي في الواير اللي هو بيساوي اي وهنا طلع ان بي بيساوي مي نوت اي اوفر 2 باي ار مي نوت اي اوفر 2 باي ار لما ار جريتر ذان اي لو انا بحسب الفيلد عند بوينت اوتسايد الواير طيب لو انا عايز احسب الفيلد عند بوينت بي عايز احسب الفيلد عند بوينت بي عايز الراديوس بتاع بي ليس ذان اي فيرست ستيب سيلكت سيوتيبل امبيريال لوب برضه بختار سيركل ليه بختار سيركل علشان شكل الماجنتيك فيلد لاين دوائر يبقى بمرر في النقطة بي امبيريا لوب خلاص اول ما بختار امبيريا لوب سيركل يبقى على طول كده الليفت هاند سايد هو عبارة عن 2 باي ار في بي يبقى فور ار ليس ذان اي هنا كان ار جريتر ذان اي فور ار ليس ذان اي الليفت هاند سايد يعتمد فقط على شكل امبيريا لوب لو انت بتختار شكل امبيريا لوب سيركل يبقى الليفت هاند سايد هو عباره عن سيركمفرنس في دي يبقى 2 باي ار 2 باي ار في دي ده بيساوي ميو نوت ايه بقى سيجما الاي مجموع الكارنس جوه امبيريا لوب امبيريا لوب الثاني اللي هو المعمود الازرق ده الكارنس اللي جواه هو كل الكارنس اللي ماشي في الواير ولا جزء منه؟ جزء منه طب بجيبه ازاي عن طريق الاريا؟ لان كل ما الراديوس بيزيد كل ما الكروس سيكشنال اريا بتاع الامبيريا لوب بيزيد كل ما كميه الكارنت اللي بتعدي خلاله بتزيد التوتال كارنت اي سمي ده اي داش التوتال كارنت اي الاريا بتاعته باي اي سكوير اللي هي الاريا بتاعته واير اما اي داش الاريا بتاعته باي ار سكوير اللي هي الاريا بتاعت امبيريا لوب كروس مالتيبليكيشن شفنا ان الاي داش ايكوال ار سكوير اوفر اي سكوير في الاي واضح ان الار ليس ذان اي يبقى الاي داش ليس ذان اي لما الار ايكوال اي اي داش ايكوال اي طبعا ما ينفعش في الكيس دي ان تبقى ار اكبر من اي طيب بنعوض بعد كده شفنا ان البي طلع بيساوي ميو نوت اي اوفر 2 باي اي صح كده تقريبا انا فاكر حاجه زي كده صح؟ ايه غلط؟ اي سكوير تقريبا صح كده؟ يا مظبوط طيب في اكزامبل عندنا في الكتاب اكزامبل عندنا في الكتاب هي نفس المساله بالظبط عندي سوليد واير سوليد واير يعني واير مثبت الريديوس بتاعه ايه؟ وهولو كوندكتور هولو كوندكتور يعني ليك هنا الريديوس واوتر ريديوس هنا الريديوس بي واوتر ريديوس سي انا دلوقتي هحل اكزامبل بس هرجع على الكلام اللي انا عملته ده اكزامبل عندنا في الكتاب عندي سوليد كونتاكتور
Sobre el contacto, redes cuidado aquí. Sobre el contacto, redes cuidado aquí. Começa a ficar de olho, algo com a vista. De olho. Algo com a vista. Vai desnudo com a vista. Fechar-se o toque. Guandi, olho o contacto. Olho o contacto. E a gente quer a média, alta média. Já é para ver o nosso tordão. Dá olho o contacto. Se a média se dá o vi, o alta média se dá o si. Dá o contacto alto. Toda casa, ele mexe, pegou o contacto, só que meia de casa, ele mexe, pegou o contacto, mexe, que meia de casa, ele mexe, pessoa do contacto. Quer dizer que é da casa B, vai para a casa B. E vai ficar, ele mexe, pegou o contacto, vai para o óleo. Mas se acha da eleição. E aí, ela é o alvo da vez, da vez, e tudo da vez. E vai ficar, ele mexe, vai para o óleo, mas se vai deixar de tal e tudo da vez. Require anti two conductor, solid conductor or solid wire, resistance is down A. Que means the start of the same comes on the bottom. Anti, and the next action is down. Whole conductor, the inner radius or outer radius. But go and start the elevation, the conductor is after that, but the next is given here, all. Comes on B, the start of the direction. And then the out of the B, you are there into the B. Require the same the magnetic field. And already we have the field here R, our lock the D, R, this is A. This is the volume. Here to the A, R, R for the A, or R for the B. R, R for the A, or R for the B. You ready? Get one. R, this is the A. Lay your hand. Back together. The community is R, the D, the same A, or this is the B. Can say A or B. Look, and I just recall the B with D. I just recall and the point D. Look at D. A on the B. I just recall the B. B, B with D. I just recall the field between B and C. Look, and I just recall for R greater than B with C. Next step, select circuit and variant loop. We have to start a variant loop شكله ايه? Circuit. ليه? فكر نفسي دايما عشان شكل خطوط المجال المغناطيسي برضه circuit. بمرر بنقطة 3 and variant loop. ده variant loop اللي هو بالأزرق. الناحية الشمال left hand side تعتمد على شكل variant loop. Once انك انت اخترت سيركل يبقى على طول الليفت هاند سايد عباره عن ايه؟ 2 باي ار في بي بيساوي مجموع الكرنس في النص في مجموع الكرنس دلوقتي انا عندي كام نوع من الكرنس؟ 2 اول حاجه الكرنس اللي ماشي في سوليد كونتاكتور اللي هو اول اوبزرفيشن اللي هو طالع لبره ده كله جوه امبيريالو يعني 5 امبير كلهم جوه امبيريالو والنوع الثاني جزء من الكار جزء من الكار اللي ماشي من هو كونتاكتور جوه الفاريا لوب ده عامل زون مثلا الابيض اللي هو ده اللي هو ده ده جزء من الكار اللي ماشي بالهول كونتاكتور جوه امبيريا لوب انا باخد الكارت اللي جوه امبيريا لوب الكارت اللي بره امبيريا لوب ماليش دعوه بيه وبالتالي ده فريكشن من الاول وايه الدايركشن بتاعه فين تو ذا فيج خلاص ده جوه امبيريا لوب السؤال اخد مين ماينس مين انا باخد الكبير ماينس الصغير ليه؟ انا بجيب الماجنتيود الدايركشن بجيبه من الراس عندي يقول او الطرق اللي احنا اتعلمناها فدايما باخد الكبير ماينس الصغير مين الكبير؟ فهنقول ده جزء من الاي سميه اي داش سمي الكرنس ده ده اللي عامل شادي سميه اي داش يبقى الكبير ماينس الصغير اي ماينس اي داش يبقى اي
Vai nas saídas. Israel, aqui para Deus dizer. Andes, fresca, mês e hora. Mosto, tento, robão, consul, fresca, mês e hora. Está aí. Primeiro que está ali, a gente vai ter a rede. Se movou a área, está bem a rede. E tu que está ali, a hora. E ele é o mês que vem a mim. Sabe levar, isso é, vai nas, vai, viva lei. Disco. A sua roda, da luz com o outro. Davi, o Davi. Da luz com o outro. E toda a grande voz, mexe em mim, vem em mim, vem da hora. Ele é de quê? Sabe que daí é o que vira? Vai nas, sabe que daí é? Vai lá. E vai lá. Mexe em mim, vem em mim. Nós estamos a dizer
the field. And I have to catch them there. R is then A. R is A B. R is U C. In A, B, C. For R is then A. The field can be selected as A. To start with the dash. For R is then A. The field can be selected. طيب في الجو بي الفيل بيترسم ازاي؟ واحد على ار يبقى بيقل واحد على ار. حد يقول لي البوينت دي كام؟ نفس النقطة اللي بتبقى ليه تبقى مين؟ بي ميو نوت ار اوفر 2 باي بي. في الفيو سي المعادلة دي بتترسم ازاي؟ كانوا بيعلمونا زمان في عندك تو فاكتورز والاثنين عكس بعض. هنا البي بيترسم عكس مع الار ودايركت مع ماينس ار. دايركت مع ماينس ار يعني علاقه الخط المستقيم الاسلوب بتاعه ايه؟ وانفرس مع واحد على الار يعني لما الار بيزيد البي يحصل له ايه؟ بيقل. مين الفاكتور الدوميننت؟ لما الار بيبقى صغير 0.1 0.2 0.5 يبقى مين الكبير؟ واحد على الار ولا الار؟ واحد على الار ده الدوميننت. ولما الار يبقى كبير 5 6 7 10 مين الدوميننت؟ واحد على الار ولا الار؟ واحد ايه ده الار. تبقى علاقته بالشكل في الاول تبقى كام؟ بعد كده بتقلب على ستريت لاين سلوب بتاعه نيجاتيف ال سي بعد الورق عشان الورق خلاص عند سي هيبقى الفيل بالظبط. اوكي؟ طيب ده كان التطبيق الاولاني الامبير فلو. التطبيق الثاني عايزين نحسب الماجنتيك فيلد بحاجه اسمها تورلوي. تورلوي عايزين نحسب الماجنتيك فيلد فور تورلوي. التطبيق الثاني هستخدم ماجنتيك فيلد اوف تورلوي. وات داز مين اوف تورلوي؟ هو ايه اوف تورلوي ده؟ التورلوي هو عباره عن كوين على شكل سيركل. كوين ملفوف على شكل رينج او سيركل بالشكل ده. يا جماعة الصوت يا جماعة يا جماعة الصوت انتوا ما تعرفوش تقعدوا وانتوا ساكتين. ده التولوي والسلك ملفوف بالشكل ده. ده التولوي كان زمان استاذ كبير الله يرحمه كان بيشرح لنا الكلام ده كان بيقول لك ايه؟ سرير مرفوع عليه سرير طبعا ما تعرفوش سرير كحكه مرفوع عليه سرير زي كده احنا يعني. اوكي ده الرؤية ليه انر ريليف واوتر ريليف. انر ريليف اول واوتر ريليف ار2 عايزين نحسب الماجنتيك فيلد. عندي كام منطقة؟ عندي كام ريجون؟ 3 ريجون. R للزام R1 و R للزام R1 و R2 و R greater than R2. طيب أنا أساساً عشان أختار مسار أمبير لازم أول حاجة أعرف شكل الماجنتيك فيلد لاين. خطوط المكان المغناطيسي هنا شكلها إيه؟ أنا لو عندي حلقة واحدة، رينج واحدة بس، يبقى اللاين الماجنتيك فيلد ستريت لاين. صح ولا لا؟ خدناها خدناها قبل كده في مرتبة. لو عندي رينج واحدة بس يبقى الماجنتيك يعني الكارت كشف دايرة يبقى الماجنتيك فيلد ستريت لاين. طيب لو أنا عندي دايرة أنا بحبها دايرة عندي رينج بعد كده جنبها رينج ثانية بعد كده رينج ثالثة رينج ثالثة رينج رابعة ورينج وهكذا. أنا كل ده بدور على شكل المجال المغناطيسي، شكل خطوط الماجنتيك فيلد.
الرينج لوحدها ضعيف، بس رينج بعدها رينج بعدها رينج بعدها رينج كشكل زيت كتير تبقى ايه؟ يبقى شكلها ايه؟ سيرفيس. دي المجلس فيه ضعيف، دي المجلس فيه ضعيف. يبقى شكل خطوط المجال المغناطيسي في فول كلورايد شكلها سيركل. يبقى على طول كده اختار الامبير اللي شكله ايه؟ سيركل. اتفقنا لما تبقى خطوط المجال المغناطيسي سيركل لازم اختار الامبير اللي هو سيركل. طيب انا عندي 3 ريجونز عشان افتح كده الشطه. ابدا باول منطقه ار لزات اول فور ار لزات اول ار اقل من اول يعني انا عايز احسب الفيل ده. اول حاجه ايه؟ امرر بالنقطه دي امبريا لوب. احنا خلاص اتفقنا امبريا لوب هيبقى ايه؟ سيركل. ده امبريا لوب وباسورد. نكتب الرول. بما ان نختار امبريا لوب سيركل يبقى على طول الناحيه الشمال ايه؟ 2 باي ار في بي. 2 باي ار في بي. بيساوي بيرود في مجموع الكلاس. مجموع الكلاس هو مصدر امبير بكام؟ هو في كلاس بيطلع مصدر امبير يبقى مجموع الكلاس بكام؟ بزيرو. يبقى الفيلد بكام؟ بزيرو. يبقى انا ما عنديش فيلد في المنطقه دي. نيجي بقى فين؟ ار 1 وار 2. For R, greater than R1 وليس than R2. اختار اختار امبير شكل ايه؟ سيركل هعمله ازرق. ده مصدر امبير الثاني. ده كيس 2. ركز معايا عشان دي صعبه شويه. الليفت هاند سايد بيبقى اني مختار مصدر امبير سيركل على طول الناحيه الشمال 2 باي R في B. 2 باي ار في بي بيساوي مجموع الكلاس بيساوي ميروز مجموع الكلاس. انا عايز اعرف عدد الكلاس اللي بيقطع الاريا باوندد باي ار اللي هو مسار امبير. هرسم مسار امبير لوحده. ركز معايا. هرسم مسار امبير اللي هو بالازرق هرسمه على جنب. ده امبير يلو لو باسطو. الكلاس كان ايه ظروفه؟ ركز معايا. طيب الكلام داخل من هنا وخارج من هنا صح ولا لا؟ الكلام ماشي ازاي؟ اه يبقى داخل من هنا وخارج من هنا. يبقى الكلام داخل من هنا وخارج من هنا. داخل من هنا وخارج من هنا. داخل من هنا وخارج من هنا وهكذا. يبقى عدد الكلام جوه امبيريا لوب بكام؟ نعيد 1 2 3 4 5 اللي هو مين؟ اللي هو عدد مين؟ عدد الدفات نمبر اوف تيرمز 10 واخدين بالك 10 ركز معايا بص معايا الكلام دخل من هنا وخرج من هنا دي 1 تيرمز بعد كده دخل من هنا وخرج من هنا ده كده 2 بعد كده دخل من هنا انا عايز عدد الكلام عدد الكلام هو مين؟ هو نفسه عدد مين؟ عدد التيرمز عدد اللفات. يبقى انا عندي كام كارت جوه مسار امبير؟ ان اي ان اي حيث ان اللي هو ايه؟ النمبر اوف تيرم. عموما لو ما كانتش دي الثالثه هتبقى هو اوكي؟ يعني انا هخليها واعمل الكيس الثالثه ونقارن بينهم تاني. بس نكمل دي قبل نكمل دي. يبقى الفيل في هيساوي مينو نوت ان R over 2 by R. As for M, the number of terms. Then I'm going to get the data, but it's not bad. And R greater than R2. R up by me, R2. And I'm asking the field, but not to write. I'm asking the field, but not to write. مسار امبير هتحول من دول ده مسار امبير تاني
the number 3. In fact, the number 3, number 2. ركز بقى معايا. عايز اعد الكرز اللي جوه مسار تمرين الثالث. بص معايا. انا عندي كرز. دخل من هنا وخرج من هنا. دخل من هنا وخرج من هنا. والاثنين موجودين جوه مسار امبير. يعني بيشتغل من هنا. ده مسار امبير الثالث. عندي كرز. دخل وخرج. دخل وخرج. دخل وخرج. بس توصل لدرجة كام؟ أنا عندي إن أي دخل وإن أي خرجوا يبقى مجموعهم بكام؟ بزيرو. تاني رسمتين قصاد بعض. إيه الفرق بين كيس 2 وبين كيس 3؟ كيس 2 أهو اللي هو ده اسمه ده. الكرب دخل من هنا وخرج بره مسار أمبير. أنا باخد الكرب اللي جوه مسار أمبير ولا اللي بره؟ اللي جواه. دخل من هنا وخرج من بره. انا بجمع الكرز اللي جوه مسار امبير. عشان كده كان تو تاني النهارده. طيب الكيس التالتة. الكيس التالتة اللي هو ده. الكرز دخل من هنا وخرج من هنا. والاثنين جوه مسار امبير. دخل من هنا وخرج من هنا. دخل من هنا وخرج من هنا. يبقى التوتال كارنت بكام؟ زيرو. نحب نكتبها كده 2 باي ار في دي بيساوي هي النص ان اي ماينس ان اي. ليه؟ انا عندي ان اي دخل اللي هو 1 2 3 عدد الترنز في الاي ده الكارت اللي دخل وان اي خرج يبقى التوتال كارت بكام؟ زيرو. يبقى الفريز بكام؟ طبعا دي يبقى انا ما عنديش فيلد الا في الصليب بس جوه وبره خلاص. صعب الكلام ده يا جماعه. طيب لو خدت بالك في جميع الكيسز اللي احنا درسناها سواء كان اللونج ستريت واير او الرايت الفيل بيبقى يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ في جميع الكيسز اللي احنا درسناها اللي هي اللونج ستريت واير او تورنوي الفيل يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ واضح ان في مشكله. اجيت في جميع الناس اللي احنا درسناها لونج ستريت واير والتورنوي الفيل يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ الفيل بيتكسر على الارض فقط على الارض مش الفيل بيتغير على الارض. يعني كل ما بكبر على التورنوي كل ما الفيل بيقل بيتغير على الارض. بلوك ستريت واير ورسمه كبيره اللي انا رسمتها دي معناها ايه؟ ان كل ما الار بيتغير كل ما الفيل بيتغير. كلمه يونيفورم يعني الفيل ما بيعتمدش على ار ما فيهوش ار. ندخل بقى في اهم تطبيق عندنا وهي الكيس الوحيده اللي بتديني يونيفورم فيل اللي هو سترونايد. عايزين نحسب الفيل للسترونايد. المجنتيك فيلد للسترايد وايه مدى
Solomon. Our time, shackling the music feeds lies. Shatay. That's all. Shackling the music feeds lies. Is the case of Jones and Wakta? Lying. If I can't return today, my point lies. But say, I have a warm stand to get out. That's why I'm doing so in detail. And now, heat at the Solomon, what about? Should we talk to geometry? I'm growing, I'm surviving, never afraid. Now, I'm not about to throw away. Now, I'm about to say, I took a cross sectional area, diagonal. I took a cano, diagonal. I took a diagonal. And then, slow in, they have a same kind of the hair, then you call it kind of the hair, then you call it kind of the hair. خيينه يبقى لما بقطع الزمن بشوف مكانه سيركل مكان القطع يعني كلر كانت من فوق وداخل من تحت ده لسه بتاع لو انا عايز ارسم لما بتدي كبير لاينز للسلك الواحده بس دي بس ده يعتبر كمان لو كان ستريت كوندكتور يبقى لما بتدي كبير لاينز شكله ايه؟ دوائر كل واحده بتعمل لما بتدي كبير لاينز شكلها دوائر بتلف كروب وايز ولا انتي كروب وايز؟ انتي كروب وايز الدوائر اللي تحت بتلف كروب وايز ولا انتي كروب وايز؟ كروب وايز طيب انا دلوقتي بقى عايز ارسم التوتال في عايز ارسم التوتال في جوه السولاي في قلب السولاي عندي الكومبوننت دي في نفس الدايركشن بتاع الكومبوننت دي ودي نفس الدايركشن بتاع دي ودي نفس الدايركشن بتاع دي يبقى بيتقووا بعض ولا بيتقووا بعض؟ بيتقووا بعض فورس ايج اذر طيب بتوين التيرنرز بتوين التو تيرنرز الفيل في نفس الدايركشن ولا عكس بعض؟ عكس بعض يبقى توتال فيل اكثر كده ده التوتال فيل ده يونيفورم ولا نان يونيفورم؟ الفيل اللي انا رسمه ده يونيفورم ولا نان يونيفورم؟ ده نان يونيفورم طيب امتى الفيل يبقى يونيفورم؟ امتى انا اقدر احفظ الحاجات دي؟ ازاي؟ لما يبقى تايتلي وان يعني تيرنز لاس ابارت تلك سماعه الفوز ضميته على بعض لما تبقى تيرنز لاس ابارت قوي 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 يبقى الكومبوننت دي تظهر جامد قوي قوي يتحول الفيلد الى يونيفورم هو فور شور يونيفورم بالظبط عند الستريت لاين عند السنتر بالظبط بتاع السولويد الفيلد يونيفورم انا بتكلم عن اول سيرفيس يعني عند السترين ده عند السنتر لاين الفيلد يونيفورم دي ما فيهاش حاجه طيب انا لما بقرب من تيرمز سواء فوق او تحت او كل ما ببعد عن السنتر لاين الفيلد يبقى يونيفورم ولا نان يونيفورم؟ يقرب من نان يونيفورم. عشان اخليه يونيفورم في شرطين. الشرط الاولاني يبقى تايت وون او تبقى التيرمز قريبه قوي قوي من بعض. والشرط الثاني يبقى السولونايد طويل جدا. ليه طويل جدا؟ انا عايز قلب الكومبوز طبعا طبعا ده بيدخل على بعضه. صح كده؟ طيب انا عايز الفيل اوتسايد السولونويد يبقى بزيرو او ابروكسيمت يبقى بزيرو
يبقى ده اللي مش الصنايعي ده بقى ايه؟ طويل جدا عشان ما يبقاش في بدايه ولا نهايه. يبقى انا بفترض حاجتين، ان انا عندي لون الصنايعي الصنايعي طويل، والحاجه الثانيه الاهم ان يبقى ايه؟ سبايكي وان او يبقى الترمز دي قريبه من بعض. دي الكيس اللي انا هدرسها، مش هدرس الكيس الصعبه دي، كيس دراسه الكيس دي صعبه قوي. انا هدرس الكيس السهله، ان انا بفترض ان الفيل جوه الصنايعي بيبقى يونيفورم ان كيس عالي. طيب دكتور، تعالوا نبدا من بي سي. بي بوب دي ال، يعني بي دي ال كوساين
theta. Every theta in me will be with the B will be the end. That's all. Then you will see. The girl in the field. The girl in the duck with the girl field. Okay, the end of you can. The end of you can. Like, the time can't be zero. Then you will stop me with delay. That's all. So I got to get the foot. We did it. We got in the field. Let's get in. We got in the foot. We got in the field. The end of the middle camp. 9. We find 90. The 0. So that's it. Right. We got in the A. We did. Sorry. We did all that. Sorry. Thank you. We got in the C. We see in the D. احنا في الاسامشن بتاعنا الفرض بتاعنا فرضين ايه؟ الفيلتين اوتسايد السولويد بكام؟ زيرو هو فيري ويك بعيد جدا ابروكسيمت بكام؟ بزيرو فالانتجريشن ده اخر واحد سوري ده بزيرو مش عشان الان دي ثيتا عشان ايه؟ عشان الزي اوتسايد ابروكسيمت بزيرو عشان مفيش فيلد بره احنا فاضيين ان في دلوقتي فين؟ في قلب السطاير. عايز تاني بالنسبه من دي سي ومن دي ايه الانتجريشن بالظبط ليه؟ عشان الاخر دي ده مايك ديزاين مايك دي اما من سي الى دي او خارج السطاير احنا قلنا من شويه بنعتبر ان السي اللي بره بكام؟ بزيرو يعني مفيش سي مفيش سي يعني مفيش انتجريشن يبقى انا ما عنديش انتجريشن غير من ايه الى بي. من ايه الى بي فرنش من ال و بي كام زيرو كوزاين زيرو 1 يبقى الليفت هاند سايد تجرا من ايه الى بي بي دوت على سي ال ده بتساوي في نور سيجما كوي الانجل من بي و ال كام؟ من ال بي الانجل من بي و ال يا جماعه ممكن تصحصحوا معايا شويه الانجل من البي وال ال كام؟ زيرو كوساين زيرو 1 يبقى دول ضربه ثلاثه كوساين ثيتا كوساين زيرو كام؟ 1 طيب حاجه ثانيه احنا فاضيين جوه السولايد الفيلد يونيفورم ولا نان يونيفورم؟ يعني يونيفورم يطلع بره يعني يطلع بره علامه الانتجريشن يطلع بره علامه الانتجريشن والتجربه دي انا كده في اخر دي تاني سنه في نوت عايز اعرف مجموع الكلام مجموع الكلام جوه مسار البيت اللي هو مين؟ تعال نعد 1 2 3 4 اذا كان طول مسار امبير هو نفسه طول السولويد يبقى عدد الكلام كده هو مين؟ اذا تاني اذا كان من A الى B هو نفسه طول السولويد يبقى عدد الكلام اللي هو مين؟ هو نفسه عدد اللفات ان اي يبقى دي بيساوي ميو روت ان اي اوفر ال بس ال اللي هو كل الايه؟ ال اللي هو كل مين؟ طيب ده القانون ده هل في اخر؟ القانون ده هل ده في اخر؟ يبقى سبينا كونستنت البلد سبينا ثابت ال نمبر اوف تيرم اي الفرد ال طول السرمايه فده هل ده في اخر؟ هل بيتغير؟ هل بيكون كام؟ يفرق عليا يفرق عليا يتغير؟ هتفضي كل السولاي في علم السولاي الفيل يونيفورم. طيب ام اوفر ال ام اوفر ال دي بنسميها النمبر اوف تيرمز بير متر عدد اللفات في المتر الواحد. طب بعرف حاجه اسمها ام اوفر ال ام سمول هي ال اوفر ال يا جماعه الصوت ممكن الصوت
بعرف حاجة اسمها سمول اللي هو نمبر اوف تيرنز بير يونت لينث. يعني لما بقول لك مثلا عندي 20 لفة في المتر الواحد يبقى لو هو طوله باثنين يبقى عندي كام لفة؟ 40. هو بيقول لي عدد التيرنز ان 1 متر. فتقريبا بستعمل تيرنز بير متر او تيرنز بير شخص قدامك تاني. ده اسمه نمبر اوف تيرنز بير يونت لينث. So now we have the equation as dB is me alone and fine. How can I feel about all of it? The root that me alone and I over L. Let me forget to be. How do I forget to be? I can't forget to be. There's something هو كان في شباب في الالكتريستي كان في شباب في الالكتريستي لا 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 حاجة تنظر شوية فكرة ايه؟ مستر رويد حاجة نظر في الفيزة بتاع الرويد الثاني البي يساوي ويو نو صح ولا لا؟ تخيل بقى تخيل ان انا الترايد صوت يا جماعه تخيل ان الترايد قطعته وفردته تحول لايه؟ ترايد او العكس زدت سماعه التليفون عملتها صوت رينج بقت ايه؟ ترايد يبقى الترايد سبيشال كيس من الترايد اجين سلك سماعه التليفون لو عملت صوت رينج بقى ترويد لو خليت الصوت سلك يعني بقى ايه؟ صدر لان الكوبري ار هو المحيط هو ايه؟ طيب كده خلصنا شابتر 2 الحمد لله هنرجع في حاجه ما قلناهاش شابتر 1 هي الماجنتيك فلكس هي مكانها دلوقتي لان احنا هنستخدم الماجنتيك فلكس في شابتر 3 تعالوا نفكر مع بعض ايه الماجنتيك فلكس بعد
for uniform field. هل فاكر في الانجليزي؟ يونيفورم فيلد كان فلوس كام؟ اي دوت اي لو سبيشال كيس منه اي اي دوت اي بدل الاي شيل الاي حط مكانها بي يبقى بي دوت اي ده فور يونيفورم فيلد يونيفورم فيلد. طيب وحالة النون يونيفورم ديجريشن يبقى انتجرال دي دوت مع دي ايه بتاخد البي دوت ايه لو ينفر وانتجرال بي دوت دي ايه بحاله نون يونيفورم. هناخد اكزامبل على يونيفورم وناخد اكزامبل على نون يونيفورم. طيب اليونيفورم ده الفورم يا جماعه صوت صوت اليونت بتاعت الفول اليونت بتاعت بي تسلا يبقى تسلا بي متر سكوير يبقى اليونت بتاعت الفول يونت تسلا في متر سكوير او كان في يونت ثانيه للبي حتى كده ويبر على متر سكوير لما ضرب في متر سكوير كده ايه ويبر يبقى اليونت بتاعت الفول ويبر اتحرمه هذه الدايركشن بتاعت البوينت هي نفس الدايركشن بتاعت البي بس ضفت مين؟ ال سكوير. تعال ناخد اكزامبل هناخد تو اكزامبل على يونيفورم ودان يونيفورم بي عند الفيل ايكوال تو تسلا وبتجاه الاي ده يونيفورم ولا نون يونيفورم؟
يوم فرطة توفى ما بيتغيرش على الاس ولا على الواي ولا على الزد فده يوم ريكوايرد بزاك اللقص اللقص بتحسب على السيرفس حساب اللقص على السيرفس A B C D A B C D بتغيرش على الاريا بتاعت ال A B C D دي موجودة في الواي زد موجودة في الواي زد بلين يبقى الاريا يبقى النقطة اللي تحت دي جت مين؟ نيجاتيف اي يلا احنا زمان الترم اللي فات ما بنعرفش من تحت اي نقطة اتجاه نيجاتيف اي طبعا انا استخدم بي ايه؟ اوكي انا استخدم من فلكس باي او باي 1 ايكوال بي باي اي 1 يا جماعة الصوت بعد الصوت بالصوت الاريا A1 كابيتر بتساوي كمان ديتيود بتساوي الطول ده 0.3 والطول ده 0.4 يبقى 0.3 0.4 واتجاه ماينس اي اتجاه ماينس اي الدوما لازم خارج بعض الكلوز سيرفس افتكر ايام الكيو والكيوبايت اللي انا كنت بشرحه الشغل فاهم سيرفس اهو انا بتكلم عن الاليه دي الاليه دي الدوما بتاعها ازاي عمودي وناحيه الباب نيجاتيف هاي يبقى البلس باي ايكوال بي اللي هو 2 ار دوت مع 0.3 0.4 اتجاه نيجاتيف اي البلس باي يطلع بكام؟ نيجاتيف 0.24 نيجاتيف 0.24 ويبا طبعا الفاي كمية سكيلر فاي كمية سكيلر ريكوايرد الثاني عايزين نحسب الفلكس على السيرفس بي دي اف سي بي دي اف سي تعال شوف السيرفس ده بي اي اف تي النورمال بتاعه ازاي؟ اتجاه النورمال ده موجود في الاس 1 بين النورمال بتاعه اتجاه مين؟ نيجاتيف كي نيجاتيف كي بره الكلوز سيرفس يبقى الاريا اريا A2 ايكوال 0.3 سكوير واتجاه نيجاتيف كي يبقى الفلكس كام؟ الفلكس كام؟ بزيرو لان اي دوت كي بكام؟ بزيرو اي دوت كي بزيرو اخر حاجة عندنا عايزين نحسب على السيرفس اي اي اف دي اي اي اف دي اللي هو فين ده؟ اي اي اف دي عايز احسب البلس قسم طبعا دي بنسميها سلانتد اريا او سلانتد سيرفس سيرفس نايم فبرسم هرسم الاكس زد بلين بدل ما اشتغل على 3 دي تبقى صعبه تعالى نشتغل على 2 دي هرسم المستوى اكس زد هرسم المستوى اكس زد ده الزد وده الاكس النقطة اكس عليها مين اف يا بصوا يا بصوا سي اف يبقى النقطة دي اف ودي سي والمسافة دي كام؟ 30 سم والزد عليها نقطة مين؟ دي والمسافة دي كام؟ 40 سم دي 40 سم وطبعا انت صح كده؟ طيب الفيلد في اتجاه مين؟ المكان في اتجاه مين؟
صح ولا لا؟ لو دي الاريا العمود على الاريا مش عمود على اي ضلع فيها. انا عايز اعرف الانجل ثيتا اللي هي بين النورمال على الاريا وبين الماجنتيك فيلد. ده ضلع دي اف، ده ضلع من الاريا دي اف اللي هو فين ضلع. يبقى العمود اتجاهه ازاي؟ ده العمود اهو ده ان 3 بحيث الانجل اتجاهه 90. العمودي على الاريا عمودي على اي ضلع فيها والبي اهو المجال ده بي ودي الانتي بي ده انا عايزه صح ولا لا؟ الانتي دي مش هي بالظبط الانتي دي صح ولا لا؟ يبقى 5 3 5 3 هنقول هو بي A كوزاين ثيتا 3 ما بي دوت A اللي هي بي A كوزاين ثيتا. جماعة صوت جماعة صوت يبقى البي كام؟ بدو والاريا كام؟ طول الضلع ده كام؟ 50. طول الضلع ده كام؟ 30. 50 30 او 0.5 4.3 كوزاين ثيتا. كوزاين اللي هو مين؟ ادجسنت على هايبوتنس. انا عارف 4.4 وده 4.3 ده كام؟ هو قال لي انا عارف 4.5 يبقى كوزاين ثيتا اللي هو كام؟ 4 على ده كام ده هيطلع بالظبط 4.4. يبقى التوتال بلس بكام؟ التوتال بلس هو مجموع 5 بلس 5 2 بلس 5 3 طلع بكام؟ بزيرو. السؤال ليه الميكس بلس طلع بزيرو؟ ليه؟ أرامو فلوس السيرفس مفيش كارنت طلع مفيش كارنت جوه بالظبط. هجاوب عليك حضرتك مفيش كارنت جوه يعني بس كيف يو مايند ان التوتال بلس طلع بكام؟ بزيرو. تعالوا ندخل تعالوا نعرف ايه الفرق بين شكل خطوط الالكتريكال فيلد لاين خطوط المجال الكهربي وبين خطوط المجال المغناطيسي. ما هو الفرق الرئيسي بين الالكتريك فيلد لاين والماجنتيك فيلد لاين؟ تعالوا نرجعكم كام شهر ورا لما جينا نشرح الالكتريك فيلد لاين. نفس الحته بالظبط. افتح كله خلاص؟ تعالوا نفتكر الالكتريك فيلد لاين. سوري مش فاهم ازاي. ما دي يونيفورم مش بكروني. ده لو سمعت لو اكزامبل على اليونيفورم واكزامبل على ما يونيفورم طب بسرعه عشان باقي ربع ساعه. واذا عشان انا ممكن معلومه صغيره. اذا المحاضره خلصت المره الجايه ان شاء الله هنبدا شابتر 3. اللي انا عايز اقوله مش هقوله. هقول لك خلاص الكتاب. فنقعد ساكتين احسن. او اقصد اكزامبل. براحتكم هتقص الاكزامبل وتكمل الاكزامبل السريع. في انا عندي التارجت وعندي ورقه اي والريكتانجل اساسا بي اي بي سي. لا يعني انا بقول في السريع بنقص ساكتين الريكوايرد عايزين نحسب الفلكس ضروري الريكتانجل ده. السؤال الفلكس هنا يونيفورم ولا نون يونيفورم؟ ليه نون؟ الفيلد بتاع دي كام؟ جماعة صوت جماعة صوت الفيلد بتاع دي بتاع الواير بكام؟ في الرول اي اوفر 2 باي ار. يبقى كل ما بقى على السلم يعني الفيلد هنا هو نفسه هنا؟ لا فالفيلد هنا نوت يونيفورم يعني ما ينفعش اقول بيس اريا. طب الحل ايه؟ اني باخد ايه؟ كل النقط اللي عليه هي نفس الفيلد احسب الفلكس اللي على الاليمنت بعد كده اعمل ايه؟ انتجريشن. شكل الاليمنت راسي ولا افقي؟ راسي. لان لو كان افقي بقى ما فيش حاجه. ده الاليمنت بتاعي بياخد مسافه ار عن السلك وثقبه دي ار ثقبه دي ار. الارض في ارض صغير جدا جدا جدا
وبالتالي كل البوينتس العدد الاجنبي مش ليها نفس البعد عن السلك، وبالتالي الفيلز يعتبر الفلاكس يعتبر عليها ايه؟ يونيفورم. يبقى الدي باي ايكوال دي في الدي اي، استخدمت قانون اليونيفورم لان الدي اب صغير جدا جدا جدا. الدي كام؟ ميو نوت ار اوفر 2 باي ار، والدي اي المساحه دي كام؟ العرض دي ار والطول سي. خلاص؟ سؤال، هل في فلكس
التيوب ولا لا؟ لا. هل في فلكس جوه التيوب ولا لا؟ طبعا في. ليه؟ لان اللايف اللي بيخرج ما بيدخلش. اي لايف خرج من الشارج هيخش تاني؟ لا. وبالتالي انا عندي فلكس. اي لايف خرج من الشارج ما رجعش تاني. وبالتالي لما كنا بنعمل انتجريشن نحتيج ضغط على تي اي على كلوز سيرفس على كلوز سيرفس كان انتجريشن بس كان بيطلع بكام؟ سيجما كيو ومنطق في النص صح ايه؟ رقم ما كانش بيطلع بايه؟ بزيرو. تعالى نشوف هل الكلام ده فايد برضه حد ما يقدرش ايه الماجنتيزم؟ لو انت عندك كيو وحطيت في قلب الكيو ماجنت مغناطيس هو الكيو في عندي فلكس ولا لا؟ تعال نشوف ايه الفرق في حالة الالكتريستي عند حالة الماجنتيزم. أنا هنا حطيت شارج وهنا حطيت ماجنت. ايه الفرق؟ إن اللاين اللي هيخرج من النور تقول إيه اللي هيحصل له؟ هيلف يلف يلف ويحصل له إيه؟ ويرجع تاني ويكمل دور. يبقى في فعلا اللاين خرج بس للأسف ماله؟ رجع دخل تاني. طيب بقى شوف واحد تاني لاين خرج اهو واللي حصل؟ دخل تاني. يبقى مجموع اللاينز اللي خرجت هي نفسها اللي دخل التاني. يبقى المجموع الفلكس بكام؟ زيرو. اي انتجرال على كلوز سيرفيس للبي دوت مع الدي اي. خلي بالك هو هتلخبط بين جاوس وبين امبير. امبير كان انتجريشن على ايه؟ على لوب كان دي ال باين اهو مربع ده انتجريشن على سيرفس على كلوز سيرفس كومبيشن ده كام؟ وهو ده السبب لما حلينا الاكزامبل بتاع البريزم ده طلع التوتال فلكس بكام؟ بزيرو. اي كلوز سيرفس الماجنتيك فلكس بكام؟ بزيرو. يبقى الستيتمنت بتاع جاوس لوب بيقول لك ايه؟ ان ميت ماجنتيك فلكس هتبقى around any closed surface is equal to zero. ده جه كتير قوي في الريتيرن بعد كده. يقول لك كونفيت جاوس لوب ان اكزيست سبيس. كمل انت. المهم ماجنتيك فلكس around any closed equal to في كلمتين في التعريف ده يضيعون الدنيا كلها وده اللي حصل قبل كده في الكتاب من السرعة واحد بيكتب كده مش هو عارف بيكتب ايه بدل ما كتب مثلا ماجنتيك فلكس كتب ايه؟ الكتريك فلكس او بدل ما يكتب فلوس للسيرفس كتب فلوس لو بالظبط زي فلازم اركز على الكلمتين دول ماجنتيك فلكس مش الكتريك فلكس وفلوس للسيرفس مش ماجنتيك فلكس. طيب ده معناه ايه؟ ما المعنى الفيزيائي لجاوس لوب الماجنتيزم؟ الانتجريشن على كلوز سيرفيس والبي دوت ايه ايكوال زيرو. حد يقدر حد هنا تاني مخه دي بيفكر من الاخر؟ تاني السؤال كده دكتور ايه؟ ما هو لو انا عايز اجيب ستيتمنت ثانيه لجاوس لوب الماجنتيزم طريقه الكلام ده عايز اعرف جاوس لوب الماجنتيزم بطريقه ثانيه خالص حد يقدر يعرفني؟ يعني مش ده اللي انا عايز اطلعه.
ممتازين سأقول بجد. نو مول بول ماجيك نيتشر. مفيش مول بول. مفيش مول بول يعني سنجل بول يعني نورث لوحده ولا ساوث لوحده. ده الفرق الرئيسي بين الإلكتريستي وبين الماجنتيزم. في